طيب احنا الفيديو ده ان شاء الله هنحله الريفيجن شيت، فصلوا على النبي كده. الاول اول بروبلم معانا بيقول لك لو انت معاك 1000 جنيه وحطيتهم في مشروع، المشروع ده بيرجع لك ربح سنوي 5%، فيقول لك بعد قد ايه المبلغ ده يتضاعف. هي معادلة بسيطة مش محتاجة اي حاجة. لو انت معاك 1000 جنيه تضربهم في 5% للربح السنوي، فكده الربح السنوي بيساوي 50 جنيه. تمام، بيقول لك بعد قد ايه المبلغ ده كله يتضاعف، الـ1000 تبقى 2000 يعني. فالـ2000 دي بتساوي اللي هو المبلغ الأساسي اللي هو 1000 زائد 1000 جنيه ربح. فأنت لو خدت الربح ده قسمته على الربح السنوي يطلع لك عدد السنين على طول. فأنت هتعمل variable للي هو الربح اللي هيزيد اللي هو 1000، و variable تاني تسميه profit للربح السنوي، بعد كده عدد السنين هتقسم الموني على البروفيت عشان يطلع لك عدد السنين، تطبع الكلام ده. طلع لك 20. البروبلم التانية نفس الفكرة برضو، لو انت حاطط مبلغ 5000 جنيه في مشروع وبيرجع لك 10% ربح، بيقول لك بعد 5 سنين المبلغ ده هيساوي كام. ف10% ربح ده على 5000 يعني 500 كل سنة، تضربهم في 5 سنين هيبقى 2500، تجمعهم على 5000 يطلع لك 7500. نفس برضو الفكرة اللي فاتت. البروبلم التالتة طالب منك انك تعمل برنامج بياخد رقم من اليوزر، بعد كده بتعمل فانكشن اسمها زيرو ديجيتس، دي بتشوف الرقم اللي اليوزر بعته فيه كام صفر، تقعد تعد فيه كام صفر. تمام، الفانكشن دي بتاخد انتجر بارامتر وليها ريتيرن تايب، بتبعت اللي هو بتريتيرن عدد الاصفار فليها ريتيرن تايب انتجر. تمام، طيب نعمله الكلام ده ازاي؟ افترض انك عندك رقم وليكن ده، فانت عايز تشوف فيه كام صفر في الرقم ده وتظهره لليوزر. تمام، فاللي انت هتعمله انك تاخد الرقم ده وتشوف هل بيساوي الصفر ولا لأ. لو بيساوي يبقى تعمل كاونتر وتزود الكاونتر بواحد. طب لو لأ خلاص صح. بعد كده تشوف الرقم اللي بعديه بيساوي الصفر، اه يبقى خلاص زود الكاونتر بواحد وامسح، وهكذا. هتفضل ماشي على كل الأرقام اللي في الرقم وتشوفها بتساوي الصفر تزودها في الكاونتر، لو مش بتساوي خلاص تتمسح. في كلتا الحالتين يعني بتتمسح. طيب هنعمله الكلام ده ازاي؟ احنا كلنا عارفين الموديلس 2 كنا بنشوفه بيها الرقم اذا كان زوجي ولا فردي. تمام، لو موديلس 2 بيساوي صفر يبقى الرقم ده زوجي، ولو لأ يبقى فردي. في عندنا الموديلس 10، لو عندنا مثلا رقم زي 12 موديلس 10، فهنا هتشوف الرقم الأقل من 12 على طول بيبقى القسمة على 10 وترجع لك الباقي، فهنا 10 اللي هي بتبقى القسمة على 10، وهيتبقى معاك كام؟ 2. تمام، رقم مثلا زي 503 موديلس 10، هنا أصغر رقم قبل الخمسمية وتلاتة هو الخمسمية، بيبقى القسمة على 10 في 50 فهيتبقى لك 3. فهنلاحظ هنا إن المودلس 10 بتجيب لك الرقم اللي على اليمين ده اللي هو أنت هنا محتاجه، هنا تشوفه، تشوف أول رقم على اليمين وبتشوفه هل بيساوي صفر ولا لأ. فالمودلس 10 دي بتجيب لك الرقم على اليمين. تمام، طيب أنت بعد ما تشوفه بتمسحه. طيب بتمسحه إزاي؟ لو خدنا رقم زي الـ12 ده قسمناه على 10 فبيساوي 1.2، انت هنا بتتعامل انتجر فمش بتاخد القيمة العشرية دي، فدي بتتشال فيتبقى لك 1. الـ503 مثلا هتقسمها على 10 هتساوي 50.3، القيمة العشرية دي بتروح فتبقى لك 50. فهتلاحظ ان القسمة على 10 بتشيل لك الرقم اللي على اليمين وبتسيب لك الرقم على الشمال، فهتمشي بقى بالمنظر ده كده، هتعمل دو واي اللوب وتمشي فيها كده، تشوف الرقم اللي على اليمين لو بيساوي الصفر تزود كاونتر، لو مش بيساوي في كلتا الحالتين يعني بيتمسح. تمام، بعد كده بتريتيرن الكاونتر. تعالوا نعمل الفانكشن بتاعتنا بابليك ستاتيك، الحاجات دي دايما بتبقى ثابته معاك. احنا قلنا ان هي ليها ريتيرن تايب انتجر اسمها زيرو ديجيت، والفانكشن دي بتاخد بارامتر انتجر اللي هو اليوزر الرقم بيبعته في الاول. تمام، بتعمل دو وايل لوب. طيب الدو وايل دي هتقف امتى؟ اول ما الرقم ده خلاص يساوي الصفر، يعني لو الرقم ده اكبر من الصفر تفضل شغالة. فهنا هتقول له ان لو تفضل شغالة طول ما الاكس اكبر من صفر. تمام، طيب كده تمام. هتشوف بقى
لو الرقم اللي هو اليوزر بعته ده تاخد منه الرقم اللي على اليمين اللي هو لو الموديل اس 10 بيساوي الصفر، تعمل كاونتر نعرفه variable اول كاونتر بيساوي صفر اللي هو integer. لو هنا بيساوي صفر فزود لي الكاونتر بواحد. تمام، بعد كده اقسم الرقم ده على 10 عشان يشيل الرقم اللي على الشمال. في الاخر هنا تقول له return الكاونتر هنا في سيمي كولون. تيجي فوق في المين تطلب ان اليوزر يدخل الرقم enter your number تعرف variable اسمه number يساوي input، بعد كده ال function دي return ليها return type مش بتطبع، فانت هتاخد ال return type بتاعها تطبعه، فتعمل call لل function هنا وتاخد ال number اللي هو ال user هيدخله وتشتغل عليه. تعال نشتغل كده الكلام ده نرن. هنا كان مديلك أمثلة، الرقم ده مثلا المفروض إنه يرجع لك اتنين. هنا في إن بيقولك لو بعتله صفر المفروض يطلع لك واحد، احنا عشان كده عملناها في دو وايل لوب، لو كنا عملناها في وايل لوب ما كانش هيقرا لك الصفر اللي في الأول، رجع لك واحد. كده البروبلم التالتة خلصت. البروبلم الرابع طالب منك تعمل له دو وايل لوب، بتطبع ارقام عشوائيه بين 0 و1 وتقف اول ما يتطبع رقم اكبر من 900، وهنا بيقول لك لازم على الاقل سطر واحد يتطبع حتى لو الرقم العشوائي اللي اتطبع يعني اكبر من 900. فهنا مثال على كده، قعد يطبع ارقام اهو، اول ما وصل لرقم اكبر من 900 وطبع وقف. تمام، فهنعمله الكلام ده ازاي؟ في الجافا كلاس اسمه راندوم، الفانكشن اللي جواه بتجنريت راندوم داتا. تمام، فهنعمله اوبجكت من الكلاس ده نسموه راندوم يساوي نيو راندوم، وهيظهر معاك ايرور هنا انك لازم تعمل امبورت للكلاس ده، فعمل هنا امبورت. تمام، وهتعمل فاريبل اسمه اكس مثلا، ده اللي هيتطبع جواه الارقام العشوائية. بعد كده تعمل الدوال لوب بتاعتك، الدوال لوب دي بتفضل شغالة طول ما الرقم اللي بيتطبع اصغر من 900. تمام، وتقول له ان الاكس بتساوي راندوم اللي هو الاوبجكت اللي احنا عملناه من كلاس دوت، تشوف الفانكشن جواه. احنا هنا عايزين اللي هي نيكست انت اللي هي بتجيب لك انتجر، وتدي له جواه الماكس رينج بتاعه اللي هو عندك هنا 1000. تمام، وبعد كده تطبع الاكس بس، فانا تقول له راندوم نمبر زي موجود في البي دي اف زي الاكس. نرن كده الكلام ده، هنا قاعد يتبعه لغاية ما وصل الرقم أكبر من 900 وقف. جرب تاني. تمام، تاني أنا عايز أجيبها اللي هي يطبع سطر واحد يطبع سطرين، هنا هو طبع سطر واحد اللي هو الشرط اللي كان قالهولك في المسألة. كده البروبلم الرابعة خلصت. البروبلم الخامسة طالب منك تعمل له فانكشن اسمها سيزون، دي بتاخد تو انتجر بارامترز عبارة عن التاريخ، التاريخ ده بيتكون من شهر ويوم. تمام، وبترتيرن سترينج، السترينج ده اللي هو اسم الفصل. هنا بيقولك انا هعتبره الشهور بين 1 و12 والايام بين 1 و31، ودي تواريخ الفصول اللي هو مديهالك. فتعالوا نعمل الكلام ده. اول حاجة هتطلب من اليوزر ان يدخل الشهر واليوم، فهنا هتقول له انت المانث يساوي انبوت، والكلام برضو ده للدي. بعد كده نيجي نعمل الفانكشن اللي هو طالبه اسمها سيزون، public static ليها return type string
اسمها سيزون، تاخد 2 integer parameters اللي هو المانث والدي. تمام. طيب هنعمله الكلام ده ازاي بقى؟ هنا هو هاتيلك التواريخ من اول مثلا الشتا، من اول 16/12 لغاية 15/3. فانت هتعمل ايه في كونديشن؟ لو التاريخ اللي جالك بين التاريخين دول ريتيرن وينتر وهكذا، ايلس اف. هنعمله اول اف. هنا التاريخ الاولاني عندك هو 12/3، فانت عندك 16/12، فانت عندك من اول 16/12 لحد 31/12 اللي هو اخر الشهر. يعني لو المانث بيساوي 12 والدي اكبر من او يساوي 16، كده ده شهر 12 كله. تمام. هنا هنقوله طبعا ريتيرن وينتر جوه. تمام. ده اول كونديشن كده اللي هو شهر 12. طيب بعد ما شهر 12 يخلص معانا شهر 1 و2 اللي هو المانث اصغر من 3، الام. هتقول له هنا اور الام اصغر من 3. تالت كونديشن، هنا التاريخ التالت هنا من اول 1/3 لغاية 15/3 اللي هو شهر 3. فهنا المانث عندك هيساوي 3 والدي اصغر من او يساوي 15. تمام. هتقول له ال سي اف وهكذا بقى على باقي الشهور. هنا سبرينج هنا التاريخ عندنا من 16/3، يعني الام بتساوي 3 والدي اكبر من او يساوي ال 16، ده كده شهر 3. وعندنا شهر 4 و5، يعني الام اكبر من 3 واصغر من 6. تمام. تالت كونديشن، عندك تاريخ من 1/6 ل 15/6، يعني الام بتساوي 6 والدي اصغر من او يساوي 15. يلس اف. هنا عندك الام بتساوي 6، حط الكلام ده جوه قوس. والدي اكبر من او يساوي 16، او عندنا شهر 7 و8، يعني الام اصغر من الام اكبر من 6 واصغر من 9. تالت كونديشن، ان الام بتساوي 9، وهنا من اول 1/9 لغاية 15/9، يعني الدي اصغر من او يساوي 15. هنا ريتيرن سمر. إلس مش محتاجة بقى ان اكتب لها شرط، ان دي الحاجة الفاضلة. ريتيرن فول. تمام. نعمله كل الفانكشن هنا، سيزون هنا مانس دي نرن، دخله مثلا 26. احنا كده نسينا نحط الكلام ده جوه برنت، ناخده كده رن. المفروض ده 20/6 ده هنا بين التواريخ، يبقى هيطلع لنا صمر. دخله 26/6. تمام. دي كده بروبلم 5. بروبلم 6 بيقول لك عايزك تعمل له فانكشن اسمها شو توز. الفانكشن دي بتشو الفاكتورز اوف 2 للرقم اللي انت هتبعته الفانكشن دي. يعني مثلا لو عندك هنا رقم 120، فالريزلت المفروض تكون 2 في 2 في 2 في 15 وهكذا على باقي الأرقام. طيب احنا محتاجين الأول نفهمه الفاكتورز دي يعني ايه. الفاكتورز
فاكتورز الرقم يعني اللي هي العوامل او القواسم اللي الرقم بيبقى الاسم عليها. تمام، يعني مثلا لو عندنا رقم زي الستة، فالستة دي بتبقى الاسم على ايه، فمحتاجين نجيبوا العكس اللي هو الضرب بتاعها. ستة دي بتساوي 1 في 6 وبتساوي 2 في 3. تمام، فكده الستة بتبقى الاسم على 1 و2 و3 و6. هو هنا بقى مش عايز الفاكتورز كلهم، هو عايز الاتنين بس. فهنا هنقوله مثلا رقم تاني زي 18 أو 120. 120 دي هنقعد نقسمها على الاتنين، تمام، هتساوي 60، تقسم على الاتنين تاني هتساوي 30، تقسم على الاتنين تاني هتساوي 15. 15 دي كده وصلنا ان هي مش هتبقى القسمة على الاتنين، فكده 120 هتساوي 2 في 2 في 2 في 15. تمام، طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ نعمل الفانكشن اللي هو طالبه public static. هنا قال لك ليها return type، نعملوها void وتطبع. تمام، شو دي بتاخد integer. طيب احنا قلنا ان 120 الريزلت بتاعي يساوي 2 في 2 في 2 في 15. احنا هنطبعه بقى الكلام ده ازاي؟ اول حاجة هنعملوها ان احنا هنطبعه الرقم ده اللي هو الاكس. تمام، وهنعرفه variable اسمه number، ده هيساوي الاكس، ده الرقم اللي احنا هنشتغل عليه، هنقعد نقسمه. تمام، وبعد كده هنعرف counter، الكاونتر ده هيساوي 0 في الاول. طول ما الرقم ده بيبقى الاسم على الاتنين فالكاونتر ده بيزيد. تمام، بعد ما نخلصه الوايل لوب دي والكاونتر يخلص هنعمله فور لوب تطبع لنا 2 فيه. يعني مثلا هنا 120 قابلت الاسم 3 مرات على الاتنين، فالفور لوب هتمشي 3 مرات وتطبع لي 2 فيه 2 فيه 2 فيه، وبعد كده في الاخر خالص اروح طابع له النمبر اللي هو باقي لي اللي هو ده. تمام، فكده هنعرفه كاونتر يساوي 0، واقول له while loop number modulus 2 equal equal 0، زود لي الكاونتر بواحد، وبعد كده اقسم لي الرقم ده على الاتنين. تمام، واقول له system dot out اطبع لي الاكس زائد يساوي. تمام، بعد كده الفور لوب من الاي ايكوال زيرو للاي يظهر من الكاونتر بلس بلس الاي اس اوت 2 في. تمام، بعد كده اخر حاجه اطبع لي الرقم اللي هو متبقي اللي هو النمبر. ممكن نجرب الكلام ده، دول 120، هنا ال نقول له ما يسيبش سطر، 120 تساوي 2 في 2 في 2 في 5. تمام، دي كده المسألة رقم 6. البروبلم السابعة طلب منك تعمل فانكشن اسمها فول كاونت. الفانكشن دي بتاخد سترينج وبترجع array. تمام، طب الاري ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من 5 ارقام، كل رقم فيهم بيعبر عن عدد اول رقم مثلا عدد الايهات اللي هي في السترينج. تمام، تاني رقم عدد الاي، وتالت رقم عدد الاي والاو واليو. تمام، ده هنا انت بتمشي على السترينج بتشوف الحروف المتحركه فيه، بتقعد تعدها وتحطها تاني في الاري. تمام، فانت عندك مثلا سترينج زي ده بتمشي عليه وتشوف عدد الحروف بالترتيب بقى اللي هو عطهولك ده وترجعها في الاري كده. تمام، هنا قايل لك ان السترينج اللي هيجيلك ممكن يكون حروف كابيتال او سمول، فلما تيجي تاخد سترينج من اليوزر المفروض انك تخليه كله بقى يا كابيتال يا اما سمول عشان ما تعملش كذا اف كونديشن يعني او كذا احتمال. فنعمله الكلام ده ازاي؟ احنا عندنا مثلا هنا السترينج
اللي هو السترينج مثلا اللي هو طوله ده، فانت هتمشي على كل حرف تشوف هل الحرف ده بيساوي اي حرف من الخمسة دول، لو اه فزود رقم في الاري على حسب بقى ترتيب الارقام على حسب الحروف. تمام، نيجي كده نعمله الفانكشن. public static احنا قلنا return type بتاعها array اسمها vol count. وبتاخد string. تمام، محتاجين نعرفه ال array. ال array احنا هنستخدمه هنا في ال main function وفي ال function بتاعتنا، فنعرفه static هنا فوق عشان يبقى مسمع في كله. هدوله القيمة بتاعته اللي هي مخزنة 5 أماكن فيه. وهنا بقى نمشي على السترينج بتاعنا بفور لوب int i equal 0، وال i أصغر من ال s dot length plus plus ال i. تمام، نعمل له if condition. لو الحرف بتاعنا اللي هو هتمشي على كل حرف، فدي تجيبها في function s dot char at ال i دي equal أول حرف اللي هو ال a، فكده زود لي ال r of 0 بواحد. طيب ال save ال s dot char equal تاني حرف اللي هو ال e، فزود لي ال r في واحد واحد. هاخد السطر ده كوبي تالت حرف اللي هو ال i، زود لي ال r في 2، بعد كده ال O وآخر حرف اللي هو ال U. آخر else if المفروض إنك تسيبها تعمل لها الشرط بتاعها، إن أنت عندك مثلا في السترينج هنا في مسافات، في مثلا هنا كوم، فأنت لو سبتها else مفتوحة خالص فهيحسب لك الكلام ده كله مع حرف ال U، فأنت برضو تسيبها متحددة كده. تمام، في الآخر خالص تقول له return ال R بتاعك. تيجي فوق هنا تاخد السترينج من اليوزر، تعرف سترينج في حاجة هنا، انت المفروض ان السترينج متاخدوش نيكست عادية، المفروض يبقى نيكست لاين. ليه؟ لان النيكست العادية لو دخلت لها سترينج زي ده فهتقف عند الاي، لو لقيت بعديه سبيس فخلاص كده مش هتقرا كل الكلام اللي بعديه، انما النكست لاين هياخد الكلام ده كله يقراه. تمام، بعد كده تحول السترينج ده لكله لور كيس او اور كيس اي حاجه، خلوه هنا لور كيس. تمام، بعد كده تنادي الفانكشن بتاعتك فول كاونت، تاخد السترينج ده، بعد كده تطبع الاري اللي هي الفانكشن دي بعتته بفور لوب. الريدوس لينس بلس بلس الاي ساوت الرو في الاي، وسيب مسافة بعد كل واحد. سيبش سطر، نران كده الكلام ده، نقدر السترينج ده كوبي. واحد تلاتة تلاتة واحد صفر اهو نفس الكلام اللي هنا، 1 3 3 1 0. دي كده المسألة رقم 7. البروبلم التامنة هنا طالب منك تعمل له فانكشن اسمها average length. الفانكشن دي بتاخد string array وبتريتيرن ال average string length. طب يعني ايه الكلام ده عشان نفهمه؟ افترض مثلا عندنا ال string ال array ده جواه ال string دي. تمام،
فانت كل اللي بتعمله بتعدي على كل سترينج جوه الاري بتشوف اللينس بتاعه كام، يعني مثلا السترينج ده 4 وده 3 وده 5 وده 10، تمام؟ بتجمع الكلام ده كله على بعضه 12 و22، تمام؟ وبتقسمه على عدد السترينجز اللي جوه الاري، هنا هم 4 سترينج فتقسمه على 4، الكلام ده كده هيساوي 5.5، هو ده المطلوب. بس فتعمل الفانكشن بتاعتك اسمها public static، الريتيرن طيب هيبقى دبل، تمام، اسمها average length، تاخد string array. تمام، تعرف هنا variable اسمه result مثلا، ده اللي هو الريتيرن بتاع الفانكشن. تعمل فور لوب تعدي على الاري كلها انتل او ايكوال زيرو، او يظهر من الاس دوت لينس بلس بلس او اي. هنا هتقول له ان الريزلت بلس ايكوال الاس اوف الاي دوت لينس، اللي هو اللينس بتاع كل سترينج جوه الاري، تمام. وفي الاخر هتقول له ريتيرن ايه. المفروض هنا انك بعد ما تاخد الريزلت ده بتقسمه على اللينس بتاع الاري كله بقى اللي هو هنا 4، فهنا هتقول له ريتيرن الريزلت على الاس دوت لينس، نعرفه هنا string array تساوي، ممكن ناخد ال string ده على طول بعد كده نطبعه ال return بتاع ال function دي out average is call ال function اسمها average، تاخد ال string ده نرن كده الكلام ده 5.5. دي كده البروبلم التامنة. البروبلم الرقم 9 هنا عايز منك تعمله function، تاخد 2 دي array اللي هي عبارة عن matrix، وبيقول لك شوف الماتريكس دي identity matrix ولا لأ. فهنا بيقول لك ان الماتريكس ال identity بت ال main diagonal بتاعها ال elements بتوعه بيساوي 1، وباقي ال elements في الماتريكس بيساوي 0. هنعمل الكلام ده ازاي؟ عندنا مثلا الماتريكس دي ايدنتيتي ماتريكس، تمام، وهنا عندنا ده الاي وهنا الجي، تمام. فهتلاقي ان المين دايجونال بتاع الماتريكس اللي هو بكله كل الاليمنتس بتوعه بواحد، هتلاقي ان بيكون موجود عند الاي والجي بيكونوا بيساووا بعض. يعني هنا مثلا اول واحد ده عند الاي بصفر وصفر، هنا الاي بواحد وواحد، تمام، وهنا الاي باتنين والجي باتنين، وباقي الاليمنتس بيبقى الاي والجي فيهم مش متساويين، تمام. فاحنا اول حاجه هنا عرفناها الستاتيك التو دي اري، عرفناها هنا ستاتيك فوق لان هنستخدمها في المين فانكشن وفي الفانكشن بتاعتنا تحت. ونعمله الفانكشن بتاعتنا public static، قال لك ان الريتيرن تايب بتاعها هنا بوليان، تمام، بوليان اسمها is identity، تاخد 2 دي array. تمام، وهتعمل 2 فور لوب عشان تعدي على الماتريكس كلها وتقراها. اول واحدة اللي هي ال int i equal 0، ال i اصغر من ال r dot length بلس بلس الاي، تاني فور لوب اللي هي الجي انت جي ايكوال زيرو، الجي اصغر من الار دوت لينز بلس بلس الجي. عندنا هنا لو الماتريكس كده بالصورة دي فدي كده ايدنتيتي ماتريكس، فالريتيرن هنا هيكون فول ترو، تمام.
نشوفه بقى هنا لو حصل العكس نريتيرن فولس. فانا هتقول له اول حاجه if condition لو ال i equal equal j and ال r of ال i و j مش بيساوي الواحد، يعني هيعدي لما ال i بتساوي ال j ويشوف هل ال r of ال i وال j ده بيساوي واحد ولا لا. فهنا احنا عاطينه الشرط ان هو مش بيساوي الواحد، في return false. تمام. تاني او اللي هي الشرط التاني else if لو ما لقاش بقى ال i بتساوي ال j فهنا ال i not equal ال j. تمام. and ال r في ال i وال j هنا هنقول له بقى مش بيساوي الصفر، return false برضه. فهنا كده هيعدي على الأرقام اللي هي ال i وال j بتاعتها مش بتساويين، لو ملقاش بتساوي صفر خلاص هي return false. لو طلع من الكلام ده كله بقى مش return false، فكده الكلام الماتريكس دي هتبقى identity فهي return true. فنيجي هنا ناخده ال size بتاع الماتريكس s out enter the size. بعد كده ندو ال size ده لل array فنقول له ان ال a تساوي new int n و n، نطلب من اليوزر يدخل ال array الماتريكس. نعمله اتنين فور لوب دخلوا بيهم الماتريكس، هم هنا جاهزين. R وفي ال i وال j بيساوي input dot next int. تمام. بعد ما يدخل array نعمله كل ال function دي، فال function دي بترجع true او false، فنعمله if condition لو الكلام ده بترو فطلع yes، هو كان هنا قايل كده او هنا ما قالش، فاحنا نعملوها يس يعني. ولو فولس يبقى نقول الماتريكس مش ايدنتي. نعمله if condition بالفانكشن بتاعتنا is identity للار. معنى الكلام ده لو يعني لو الريتيرن بتاع الفانكشن كده بترو فانا اس اوت مثلا يس، else اس اوت نران كده سايز مثلا 3 في 3 ماتريكس نجربه أول مرة صح. طلع يس. نجربه مرة غلط 1 2 3 هذا السايز. 3 في 3 برضو 1 2 3 0 1 صفر. المفروض كده طلعنه كده طلعنه. دي كده البروبلم رقم 9. بروبلم رقم 10 هنا عايزك تعمله بروجرام بيحسب الافريج بتاع المين دايجونال بتاع 2 دي اري، هي قريبة قوي من البروبلم اللي فاتت فيها بس اختلافات بسيطة. تمام. عايزك بقى تعمله فانكشن اسمها ريد ان باي ان اري، دي بتقرا ال 2 دي اري اليوزر بيدخله، وفانكشن تانية بتبرنت الاري اليوزر دخله. الاتنين فانكشن دي كده الريتيرن تايب بتاعهم void. تمام. لا ملهاش ريتيرن تايب. بعد كده بيقول لك اعمل له الفانكشن اسمها الافريج، دي بتحسب اللي هو الافريج بتاع المين دايجونال وبتريتيرن الافريج ده، فالفانكشن دي كده ليها ريتيرن تايب هيبقى دبل طالما افريج. تمام. بيقول لك اخر فانكشن دي بتتبع الريزلت بتاع الفانكشن اللي هي الافريج دي،
يعني الريتيرن اللي هيطلع من الفانكشن الافريج البرنت ريزلت دي هي اللي بتطبع. فنيجي كده نعمله نشوفه الكلام ده الكود اللي فات، فهنسيبه اللي هي الستاتيك انتر اري دي زي ما هي، وهنا بتقول له الانتر سايز. فهو هنا كان مدي لك مثال على المسألة، المفروض انك بتقول اليوزر انتر السايز، بعد ما بيدخل السايز بتطلع له بقى كل element هو يدخله، تمام؟ بعد ما يدخل الماتريكس كلها بتقول له الماتريكس دي وبتطبعها له، تمام؟ وبعد كده في الاخر بتطبع له الافريج بتاعه. احنا خدنا المثال هنا كوبي بيست، هناخده دي كده. هنا هتقول له انتر السايز بتاعها، تمام؟ وبعد كده يدخل السايز. بعد كده قال لك عايز تعمل الفانكشن اللي هو يقرا الماتريكس اللي اليوزر هيدخلها، فدي بدل ما تبقى في المين فانكشن هنعملوها فانكشن لوحدها. ناخدوها كات، نعملوا الفانكشن بتاعتنا public static void اسمها read in boy in array، تمام؟ دي بتاخد 2D array. نحطوا الكلام ده كده، مش عايزين دي، في بس اللي عنده فوق اللي هو السطر ده هنا بيقول لك يعني ده المفروض نعمله له برنت، تمام؟ فده عبارة عن ايه؟ هنا مثلا ال A of الرقم اللي هو هنا ال I، تمام؟ بعد كده قوس، بعد كده قوس تاني، وال G وقوس بيساوي. فاحنا هنعمله الكلام ده هنا ال A of، وادي قوس اهو، المفروض نكتبه ال I، تمام؟ فهنا احنا الفورة عندنا عاملينها زيرو بيزد، فهنا في الماتريكس عاملها وان بيزد، فنزوده الاي بواحد، تمام؟ زائد الاي بلس وان. كده عملنا الاي والاي، فاضل القوس التاني ده وده، هنعملهم الاتنين مع بعض، اللي بيقفل ده. بعد كده الجي بلس وان، بعد كده اخر حاجة القوس اللي بيتقفل واللي يساوي، تمام؟ بعد ما بيدخل الاري المفروض نعمله الفانكشن اللي هي بتطبع الاري. ناخد الفانكشن دي كده كوبي، تبقى برنت اري، تمام؟ مش عايزين ده، او نقوله هنا ذا ماتريكس مسافة بعد كل واحد، وما متسيبش سطر. بعد ما تخلص كل سطر سيب سطر، تمام؟ بعد ما بتطبع الأري بتعمله الفانكشن اللي هي الـ average diagonal، هنا هي عملناها، تمام؟ جواها الفور لوب، الاتنين فور لوب اللي هتعدي على الأري. طيب احنا قلنا ان المين diagonal اللي هي هتعدي عليه اللي هو ده، اللي هو لما الـ i بتساوي الـ i، فهنا هتقول له ايه في الـ i؟ equal equal g. هتعمل ايه؟ المفروض تجمع لي المين دايجونال كلهم، فتعمل له هنا مثلا دبل، تعمل له variable اللي تجمع فيه تسميه sum مثلا يساوي صفر، وهتقول له جوه الاف ال sum ده بلس ال بلس equal ال r of ال i وال g، تمام؟ اخر حاجة هتقول له هنا return، وهنا قال لك average، فبعد ما بتجمع ده كله بتقسمه على اللي هو المين دايجونال، تمام؟ اللي هو الار دوت لينس، ريتيرن سم. هنا قلنا الار دوت لينس ليه؟ ان هنا مثلا المين دايجونال هو هو الار في السايز بتاع الاري،
فانت هنا الماتريكس دي 4 في 4، فهتلاقي ان الدايجونال بتاعها برضو فيه 4 نصر. تمام، على الار دوت لينس. اخر حاجه عليها لك تعمل له فانكشن اسمها برنت ريزلت، دي بتاخد الريتيرن بتاع الفانكشن دي وتطبعه. فانا بابليك ستاتيك void اسمها برنت ريزلت، بتاخد دبل سم طلع سيستم دوت اوت average of data terminal. نيجي بقى ننادوا الفانكشن بتاعنا هنا، تقول له انا اريد بعد كده برنت الفانكشن اللي احنا عملناه. تمام، بعد ما برنت هتنادي الفانكشن اللي هي برنت ريزلت على طول. نران كده الكلام ده، هنا ادخل السايز نخلوه 3 مثلا، واحد مش عايزينه بس يسيب سطر. نران تاني 3، 1 2، في مشكلة في البرنت ان انا دي بتبقى في الاول خالص. تمام، نجربه كده. الماتريكس اهي والافرج دايجونال 3. هو بس في غلطة هنا صغيرة كده، انه حسب الافريج غلط، فاحنا هنا ما كعملناش كل الفانكشن دي جوه دي، يعني الريتيرن بتاع دي ما وصلش اصلا الفانكشن دي. فاحنا بدل السم المفروض نعمله لكل الفانكشن اللي هي الافريج. تمام، دي بتاخد اري كده. تمام، وفوق في المين نعرفه دبل سم، ده الفاريبل اللي هنخزنه فيه الريتيرن بقى بتاع الفانكشن اللي هي البرنت. تمام، بدل ان هنا تبقى صح. في حاجة كمان في الفانكشن بتاعت البرنت، هنا بقى بيطبع لك 0 و1. فهنا انت لما قلت له فين اهي، لما قلت له الاي بلس 1 فحط لك الاي بصفر وجنبها 1. فاحنا المفروض نعمله الكلام ده جوه اكواس عشان يجمع الصفر على الواحد، ان هما كده ما جمعهمش هنا وحطهم جنب بعض بس. فلو جينا كده نران تاني بقى نفس اللي فاتت، هنا هي اتظبطت بقت 1 و1 مش 0 و1. تمام، ثانية واحدة. كده المفروض ان من ده يجنى لنا الافريج بتاعه يبقى 5. تمام، اللي هو 1 و5، 6 و9 15 على الثلاثة فيها الخمسة. تمام، فكده البروجرام كده شغال صح. دي كده البروبلم رقم 10. البروبلم الأخيرة معانا هي رقم 11، هي تبان كبيرة وصعبة بس هي يعني أسهل من البروبلمز اللي فاتت كلها. تمام، أنا بيقول لك أحمد في كلية حاسبات وعايز يشوف ايه الأفيلابل كورسز اللي هتبقى مفتوحة الترم الجاي اللي هو هيدرسها. فهنا بيقول لك اعمل له برنامج بيطلب من اليوزر يدخل له الير والسمستر اللي هو في سنة كام والترم اللي هو عايزه، والبرنامج هيعرض له الكورسات المتاحة وعدد الساعات الكلية والمصاريف. تمام، هنا بيقول لك ان الساعة الواحدة ب $200. تمام، يعني لو مادة بثلاث ساعات فهي كده بتساوي $600. هنا بيقول لك يوز سويتش كيز في لليرز
و اف ال سيمسترز. هنا الـ available courses وعدد الساعات موجودة في الجدول ده. فهنا هعطيلك مثال. أول حاجة بيقول لك دخله الـ year والـ semester، فأنت دخلت له year 1 و semester 2، فهيعرض لك الـ available courses اللي هما دول الاتنين دول، تمام. وبعديها هيعرض لك الـ number of credits، وبعد كده الـ total cost. فنعمله الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف. أول حاجة احنا قلنا بنطلب من اليوزر يدخل الـ year والـ semester، فهنعمله int integer year تساوي input dot next int، وقبلها نقولوله دخل لنا السنة دي please enter the number of year، تمام. بعد كده semester int semester يساوي input dot next int، السمستر هنا enter the semester number، بعد ما يدخل لنا الكلام ده قال لك استخدم switch case لل year، تمام. case هنا year case 1 break case 2 break case 3 بريك. احنا عندنا year 1 و 2 و 3 والديفولت بتاعنا اللي هو لو حاجة غير ديفولت بريك، تمام. فكده switch case لل years. طب جوه كل year في 2 سمستر، فهتعمل له if السمستر equal equal 1، هتعرض له بقى الكورسز المتاحة جوه السمستر ده، تمام. available courses or برنت تانية للكورسات. هنا ال semester 1 الكورسات دي بتاعته، تمام. هنا في الجافا بيسيب لك سطر، دي حاجة كويسة في الجافا، ان لو انت عطيله string موجود في كذا سطر فهو بيدي لك الكذا سطر دول على طول، بيعمل لك باك سلاش ان، تمام. بعد كده ال total credits total number of credits هنا 7، تمام. واخر برنت اللي هي توتال كوست، يعني 7 × 200 بـ1400 على طول، مش محتاجة variables يعني، تمام. ده لو السمستر بيساوي 1. طيب else if سمستر يساوي 2، ناخد الكلام ده كوبي نغيره بس الكورسات. هنا التوتال كريدت 6، يبقى هنا 1200 آخر حاجة، انه كده دخل سمستر غلط. فهتقول له invalid semester there is only two semesters،
تمام. الكلام ده هنكرره برضو في اليير التانية، هناخده كوبي ونغيره بس الكورسات وعدد الساعات وكده. هنا كورسات الترم الأول في السنة التانية 7 ساعات، وهنا 7 ساعات برضو ب1400، وهنا كورسات الترم التاني 5 ساعات، تمام. دول ب1000 دولار. برضو نفس الكلام هنا في الالس التالتة انفاليد يير. هنا في الكي 3 فمش موجود، مش موجود زي ما قال لك هنا لسه كورسات، فبتقول له ان no available courses for this year، فهتقول له هنا if السيمستر equal 1 او بتساوي 2، برضو كده كده مفيش كورسات في السنة في الترمين، تمام. تقول له اس اوت و الس، تاخد ال الس دي. اخر حاجة الديفولت بتاعنا ان هو دخل سنة غلط، فهنا بيقول له invalid year. تمام، نرن كده الكلام ده كده، ده البروجرام بتاعنا. نجرب كده انتر يير 1 سيمستر 2، فطلع لك الافيلابل كورس زي تمام. شوف الصح ولا لا، اهو اوبجكت اورينتد وديسكريت ستراكشر، والتوتال كريدت 6، والكوست 1200. كده دي البروبلم الأخيرة. هي تبان إن هي كبيرة وصعبة، لكن هي أسهل من كده بكتير يعني. كده شيت الريفيجن خلص.